وعملت لكم احلى كرات الدجاج بالشوفان. اول خطوه حنحط حليب، هستخدم الشوفان الابيض من كويكر بملعقتين كبيره، هنخليه على النار لمده 3-4 دقائق لين ما يتقل معانا ونشيله. بدا يتقل معانا. عندي هنا صدور دجاج سلقتها والحين حفتفتها، حضيف فوق الدجاج جبنه شيدر صوص الرانش، وعندنا هنا خليط الشوفان مع الحليب، فلفل اسود، ورشه رشه ملح. نقلب المكونات كلها سوا. هنطحن من شوفان كويكر الشوفان العادي وحطه مطحون جنبه. عندي هنا خليط البيض، حطيت عليه ملح وفلفل اسود، حطه على الميزان واحسب 40 جرام في الشوفان مطحون، انزله في البيض، حطه في الشوفان الكامل. دخلناها الفريزر لمدة نص ساعة بس تمسك شويتين، هسيبها لمدة 3-4 دقائق لين ما تتحمر ونشيلها. اتحمرت معانا، جهزت معانا كرات الدجاج. شو مع جبنه